ايه ده احنا بنصور؟ مساء الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتكلمنا قبل كده ان في طريقتين للربح عن طريق النت. الطريقه الاولى ان انت بيكون عندك مهاره معينه فبتشتغل عليها زي شغل الفريلانسنج او الشغل الحر. اتكلمنا كمان ان في مجالات كتيرة جدا على النت، بداية من الداتا انتري اللي هو الشغل العادي جدا بتاع اي حد يقدر يعمله، شغل الاكسل، الوورد، شغل الاوفيس كله بشكل عام، شغل الريسيرش نفسه، ان حد يقولك مثلا انا عايز مقالة معينة، عايز كتاب معين من على النت، فانت بتجيبه له وبتاخد اجر قصاد الحاجة دي. مرورا بقى بحاجات تانية ممكن تكون برضو الناس عندها مهارات فيها زي الديزايننج، الفوتوشوب ديزاين، اللوجو، البانرز، الحاجات دي كلها بتبقى مطلوبة على النت. حتى انت لو ما فيش عندك المهارة دي، ابسط حاجة ممكن تدخل على اليوتيوب وتتعلم دورات فوتوشوب، ازاي تصمم لوجو باحتراف. الحاجات دي كلها دلوقتي بقت موجودة على النت. اختيار ان انت تزود دخلك ده اختيارك انت لوحدك، في طرق كتيرة جدا دلوقتي تقدر تزود بيها دخلك. زي ما قلت لكم، خلينا نرجع تاني لموضوعنا. ففي مجالات كتيرة جدا تقدر تشتغل فيها العمل الحر، حتى صوتك نفسه لو انت صوتك كويس ممكن تشتغل فويس اوفر للناس. الناس بتحتاج الفويس اوفر، بيحتاجوه في الفيديوهات، بيحتاجوه في الفويس اوفر في الاغلب بيكون فيديوهات او تركيب صوتي، احيانا فيديوهات الانيميشن والفيديوهات التوضيحيه، احيانا بيركبوه على برضو فيديوهات او افلام، ممكن تعمل دوبلاج او زي الافلام اللي انتوا بتشوفوها بتكون مترجمه العربيه او عاملين لها بيكون ليها دوبلاج بالعربي. الحاجات دي كلها برضو من الفويس اوفر او اللي هو الايه الصوت، يعني تقدر تستغل صوتك فيها. مرورا بقى بان انت ممكن تتعلم حاجات جديدة وتشتغل فيها زي البرمجة، زي الشبكات. لو مفيش خالص عندك مهارة في دول وانت مهارتك مثلا في الماركتينج تقدر تشتغل فيها برضو. اي مجال واي مكان انت خريج منه او انت خريج اي كلية هتلاقي مجالك ده موجود. لو خريج علوم هتلاقي شغلانات ليك في الفريلانسنج ريليتد بالعلوم. لو مش لاقي خالص اي مهارة من دول ممكن تتعلم انت المهارة وتبتدي تشتغل بيها وتقدم على شغل بيها. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية نبتدي نتكلم على ده وازاي تقدر تسجل على المواقع دي وتبتدي تشتغل فيهم. طيب الحاجة التانية اللي موجودة برضو تقدر تزود منها دخلك عن طريق النت، الحاجة اللي مش محتاجة مهارة قوي او محتاج ان انت تخلق المهارة عندك بس بتكون بسيطة شوية غير الشغل الاول، وهي الربح عن طريق المدونات او اليوتيوب. لو انت عندك حاجة معينة بس يكون حاجة انت حاببها بجد تقدر تتكلم عنها الناس وتوصلها للناس، ممكن تعمل قناة على اليوتيوب وبعد ما بتوصل لألف مشترك واربعة الاف ساعة مشاهدة بتقدر تحقق ربح منها. او ابسط حاجة والاسهل من ده واللي ارباحه اعلى كمان هو المدونات. المدونات ميزتها ان انت بتكتب مقالات من اسلوبك انت، في بعض الناس بتنقل من اماكن تانية وتحط عندها مفيش مشكلة، هي برضو بتكسب بس يفضل يكون انت بتتكلم على حاجة يعني انت حبيبها وتقدر تكمل فيها. المدونات بالذات ارباحها اعلى من اليوتيوب كمان. اليوتيوب وهو عدد المشاركين، يعني لو عدد المشاهدات قليل وبالتالي الارباح بتكون قليلة خصوصا في مصر، المدونات ارباحها اعلى شويه تقريبا ضعف اليوتيوب وتقدر تجيب لها عدد كبير. وبالعكس انت لو بدات شويه في الموضوع ده ممكن تربط المدونات باليوتيوب بحيث ان انت تعمل موضوع تكتب فيه شويه وتحط الفيديو بتاعك في اخر الموضوع ده، وبكده يبقى انت بتربح من المكانين بالظبط. طيب ارباح المدونات هل تستاهل فعلا؟ بصراحه الى حد ما لو انت حابب تزود دخلك هي تستاهل، بس مش هيبقى الاساسي بالنسبه لك. انت لو حابب تزود دخلك هي هتزود لك دخلك، بس هو مش الاساسي. موضوع استلام الفلوس، الناس بتستلم الفلوس وفي ناس كتيره جدا في مصر شغاله في الموضوع ده. استلام الفلوس بيكون اسهل طريقه، او الناس اغلب الناس بتتبعها في مصر وويسترن يونيون، بتروح تستلم كانك بتستلم حواله من اي حد بعت لك بره، او عن طريق تحويل بنكي بتدخل بيانات حسابك، بتفتح حساب في بنك وتدخل بيانات حسابك وبيتم التحويل عليه. دول اشهر طريقتين موجودين لاستلام الارباح من ادسنس، او بعد ما تعمل مدونه ان شاء الله تقدر تكسب من ورا الموضوع ده. الموضوع يستاهل؟ يستاهل الارباح. انا مثلا عندي مدونه، انا عشان ما ينفعش اعلن عن الحاجات دي على المفروض ما اعلنش عنها في فيديوهات الارباح بالذات، ولو فيديوهات او صور او حاجه، بس لا هي ربحها كويس. انا عملت مدونه من اول شهر 12 تقريبا لحد اخر واحد،
يعني إلى حد ما الربح كويس وهيزود دخلك بجد. الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله انا هبتدي اتكلم على ازاي تبدا في المدونات، وهعلن عن ارباحي في فيديو من الفيديوهات برضو، مش شرط بالصور، او ممكن حتى اوريكم الحساب بتاع ادسنس. الفكره ان ده احيانا بيكون ممنوع، بس انا ما اعتقدش ان هو ممنوع لان في ناس كتير اعلنت. هنحاول نعلنه كده بيني وبينكم، يعني احاول اوريكم الارباح كانت قد ايه في فتره قد ايه. الحاجه كمان اللي ممكن تشتغل فيها هي التسويق بالعموله. مواقع زي جوميا وسوق بتكون عايزه تبيع منتجاتها وعايزه تزود نسبه الماركتنج والمبيعات عندها، فواحده من طرق الدعايه او المبيعات المعروفه جدا هي السيلز او التسويق بالعموله. جوميا مثلا بتوصل ل 13%، سوق اعلى حاجه عندها 10%. هي الفكره 13% على ايه و10% على ايه؟ لان هي عندها منتجات عاليه جدا زي مثلا الايفون والحاجات دي، فتلاقي مثلا سعره 15 16 الف، فهي مش هتديك اكيد 10%، يعني بتديك اقل شويه، بتديك 5% وهكذا. طيب زي ما قلت لكم، حتى الموضوع ده انت ممكن تشتغل فيه بمجرد ما بتسجل مع جوميا او سوق، تكتب تجربتك على المدونه اللي احنا اتكلمنا عليها، تقول ان انا اشتريت المنتج ده يا جماعه من على الموقع ده والمنتج ده كان كويس. لو حد دخل عن طريق اللينكات اللي انت حطيتها اللي انت واخدها من موقع جوميا، بس انت مسجل عن طريقك، انت بينزل لك العموله في حسابك. في ناس كتيره جدا برضو في مصر شغاله بنفس الشكل ده. في ناس يا جماعه عامله بيدجات، البيدج نفسها مخصصه لكده، هو بيبيع عليها منتجات معينه باللينك الخاص بيه بتاع جوميا او سوق، فبيقدر يبيع عن طريقهم. دي كمان طريقه. فاحنا كده اتكلمنا على 3 طرق في الفيديو ده. لو انت عندك مهاره معينه ممكن تشتغل في شغل فريلانسنج، او عندك خبره في مجال معين ممكن تشتغل في شغل فريلانسنج او العمل الحر، بدايه من شغل الداتا انتري لحد الحاجات المعقده جدا لحد الاداره، ممكن تشتغلها برضو في الفريلانسنج، والكاستمر سيرفيس والكول سنتر، كل الحاجات دي موجوده في الفريلانسنج. الحاجه الثانيه اللي اتكلمنا فيها اللي مش محتاجه خبره كتيره هو اليوتيوب وبلوجر. محتاج بس ان انت يكون عندك شغف لحاجه معينه، كوره، ازياء، انت مثلا بتعرف تعمل حاجه. في ناس عامله قنوات طبخ ومشهوره جدا وبتكسب ما شاء الله مبالغ كبيره جدا من اليوتيوب، فالمجالات لا حد لها. استغل وقتك اللي انت بتقضيه على النت وحاول تكسب منه بشكل كبير جدا. والطريقة التالتة هي التسويق بالعمولة. يا ريت تستغل وقتك اللي انت بتقضيه على النت وبتضيعه كتير جدا ده في ان انت تحقق ربح تقدر تستفيد بيه او تساعد نفسك بيه لو انت عندك اي مشكلة مادية او حاسس ان الفلوس مش بتكفيك، اللي هو غالبا يعني احنا كلنا كده. فحاول تشتغل على الموضوع ده و صدقني ان شاء الله ربنا هيوفقك. زي ما قلت لكم قبل كده، احنا بنسعى بس والنتائج بتاعت ربنا. الفيديو لو عجبك يا ريت تشاركه مع غيرك، وما تنساش تشترك في القناة عشان تتابع اللي جاي ان شاء الله. اشوفكم الحلقة الجاية.